بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في إيمرج أفريقيا بالعربي، وأهلا بيكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي. ويشرفنا إن إحنا نكون معانا دكتور جلال جابر دي إن شاء الله الورشة رقم ثلاثة اللي إحنا متفقين مع بعض إن شاء الله لكل الحضور اللي هيحضروا الورش الثلاثة، وهيكون أدوا التاسكات بتاعتها اللي هو موجود على البادلت، وهيكونوا عملوا التقييم ان شاء الله. هيتم مراجعتهم من الجامعه ويتم ارسال شهادات من انرجي افريكا ليهم جميعا باذن الله. يعني شرفنا النهارده يكون معانا الدكتور جلال. الدكتور جلال يعني غني عن التعريف، هو دكتوراه في مجال تكنولوجيا التعليم، له باع كبير قوي قوي في التخصص، عنده شركه خاصه متخصصه في مجال تكنولوجيا التعليم اسمها شركه صناعه التفوق للتعليم والاستثمار، مدير عام لشركة مصاف للتدريب الإلكتروني، مدرب معتمد في منصات كتيرة منها رواق ومنها إيميرج أفريكا، بالإضافة إن هو شغال جدا مصمم تعليمي وله خبرة جدا في الكواليتي أشورنس في التعليم الإلكتروني. أنا بصفة عامة أنا استفدت منه جدا يعني دكتور جلال له جزيل الشكر والتقدير على وقته الكبير اللي هو قدر إن هو يكون موجود معانا خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. ويعني إن شاء الله نطمع إن هو يكون موجود معانا إن شاء الله في المستقبل أكتر وأكتر. وإن شاء الله في حاجات هتبقى موجودة عن إيميرج أفريقيا خلال الفترة القادمة بعد نهاية الورشة هنتكلم عليها بإذن الله، وهنتكلم بخصوص الشهادات عشان تبقى الناس كلها الرؤية واضحة بالنسبة لهم موضوع الشهادات إيه اللي هيحصل فيه، بحيث إن إحنا مش هنشغل نفسنا الوقت الحالي بالشهادة، هنشغل نفسنا بالورشة اللي أهم عندنا من الشهادة كلنا. ومعاكم دكتور جلال جابر، وأهلا بيك يا دكتور جلال وشكرا ليك على وقتك. ونحن المايك فن. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبدايه برحب بالجميع وبشكر طبعا دكتور محمد حبيبنا على الاستضافه في هاي المنصه الراقيه، وان شاء الله يعني في دورتنا الثالثه يكون ان شاء الله في حجم يعني استفاده كبير جدا. طبعا احنا بدينا بثلاث دورات. الدوره الاولى تكلمنا عليها في اليوزر اكسبيرينس ديزاين اذا بتتذكروا، بعدين تكلمنا على معايير الجودة في التدريس، وكان في دورة سابقة إلها تمهيدية تكلمنا على معايير تصميم المقررات الرقمية. والحقيقة لا شك أنه يعني موضوع الجودة في الرقمنة هي الآن عبارة عن يعني محك مهم جدا. ما ينقص الآن التعلم الرقمي إثبات جدارته وجودته، فلذلك يعني طرح هذه المواضيع مهم جدا في الفترة القادمة. طبعا موضوع اليوم الحقيقة يعني تابع لقضية التصميم، مثل ما أنتم شايفين التصميم الشامل للتعلم في بيئات التعلم الرقمية، فإحنا راح نركز على التصميم، لكن التصميم الشامل للتعلم في بيئات التعلم الرقمية للأسف يعني المراجع العربية يعني فيه قليلة جدا. احنا اليوم ان شاء الله راح نحاول نطرح الموضوع بطريقه يعني مبسطه، وبعض وراح نطرح ان شاء الله بعض الامثله العمليه حتى ان شاء الله الكل يعني يستفيد منها بقضيه يعني تصميم المقررات الرقميه التي تقومون بها، يعني سواء كانت في الجامعات او كانت يعني في المدارس. طبعا الدكتور محمد عرفنا يعني بشكل سريع جدا. أنا خبرتي المتواضعة طبعاً مدير عام مساق للتدريب الإلكتروني، هاي منصة موجهة للوطن العربي، مدرب على منصة إميرج أفريكا ولي الشرف في ذلك، وكذلك يعني مدرب على منصة رواق بأكثر من مساق، وكذلك مدرب على يعني مبادرة العطاء الرقمي التابعة للاتصالات السعودية. في يعني مؤخراً عملنا أكثر من دورة مع الاتصالات السعودية اللي هي بتنبثق منها يعني مبادرة العطاء الرقمي. الاتفاقية طبعا كالعادة عندنا جدول وقت. دورتنا اليوم تقريبا إن شاء الله تكون خفيفة لطيفة، تقريبا الساعة ساعة وربع. بعد هيك راح أترك يعني الفرصة للنقاش، وعندنا طبعا الأسئلة والمداخلات راح تكون في وقتها، بالغالب راح تكون في نهاية الدورة إلا إذا يعني اقتضت الحاجة الملحة يعني بطرح بعض الأسئلة من خلال يعني الدورة. بدنا نجهز الأفكار، ضروري جدا. شو عندنا في أفكار إبداعية؟ شو في عندنا أسئلة بتثري النقاش؟ وكذلك يعني الميكروفون مهم جدا يكون يعني صالح للاستخدام.
وقت الـ يعني وقت الـ الحاجه للتدخل. هدول شغلتين، بدنا افكار تكون مرتبه، والشغله الثانيه بدنا برضو المايك يكون يعني المستخدم مايك صالح للـ يعني للـ للمداخله. عندنا برنامجين مصاحبين لليوم في الدوره، برامج طبعا مش غريبه علينا. انا بحب بصراحه كل دوره يعني اعمل بعض التطبيقات منها، احنا بنتعلم يعني استخدامنا في التدريب لهي التولز حقيقه بيعطينا يعني مهاره جديده، انه التدريب كيف بيكون. تمام، احنا تدريبنا ليس تلقين، لانه هذه اصلا هي عباره عن ورشه عمل، فبالتالي هي يجب ان تكون يعني فيها بعض الانشطه التي تحرك يعني الموجودين. عندنا اليوم برنامجين مصاحبين، طبعا برنامج سلايدو الرفيق هذا معنا، برنامج الحقيقه يعني البرامج السهله والمستخدمه كثيرا في التدريب، وكذلك راح نستخدم برنامج يعني الحائط الالكتروني، برنامج بادلت، وهو ايضا يعني من البرامج الممتازه جدا حقيقه في قضيه الانشطه ويعني استخدامه وتوظيفه في التدريب، الحقيقه من الشغلات الفعاله جدا. نبدا طبعا بالتعارف. طبعا احنا قبل ما نبدا بالتعارف، احنا ليش دائما بنركز على التعارف؟ بنركز على التعارف لانه احنا اذا بتتذكروا المره الماضيه حكينا من المعايير الجوده المهمه جدا في التدريس اللي هي بيلد كوميونتي، يعني بناء المجتمع، بناء المجتمع جزء منه لا شك انه يعني هي قضيه التعارف، لازم يكون عندنا تعارف، وهذه مهاره لازم كلنا نستفيد منها، يعني دائما باي دوره تدريبيه لازم يكون في تعارف بين الاشخاص الـ يعني الموجودين. فالان يعني نشوف يعني قضيه التعارف الفئات المستهدفه عندنا اليوم او الفئات الحاضره معنا. دكتور محمد بدنا نعمل شير لل للتعارف، نشوف شو من اليوم مين معنا. من يعلق الجرس؟ مين عندنا؟ بدنا التعارف بالاسم والتخصص العلمي المهنة الحالية من أي دولة لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو احنا بعتنا اللينك يا دكتور، يا ريت نشوفكم على اللينك. معكم محمود الغول، مدرس في أردني في السعودية، تخصص رياضيات. محمود حضرتك سمعتني يا فندم؟ تفضل يا دكتور محمد. الآن بدأت تجينا الأسماء تباعاً. تباعاً طيب، عندنا هناء صالح، أستاذ مساعد في فسيولوجيا الحشرات كلية الزراعة الإسكندرية. الأخ عمرو إبراهيم، عندنا مصمم تعليمي جامعة عين شمس. في عندنا برضو عندنا اليوم عمرو إبراهيم، جامعة حكينا عنه. سلوى أبو القاسم أبو الوفا، مصر، مدرس بكلية جامعة عين شمس أو مدرس بكلية الصيدلة، أهلا وسهلا. في عندنا الحسين عبد الفتاح محمد، تخصص تكنولوجيا التعليم. دكتور علي حسن عبادي، دكتورة أيمن فايد، أستاذ مساعد كلية العضوية الصيدلية الكيمياء العضوية الصيدلية كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، أهلا وسهلا. عندنا الدكتور علي حسن عبادي، مدرس تكنولوجيا التعليم والمعلومات كلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادي بقنا، أهلا وسهلا. أحمد النحال برضو من إخواننا في الجزائر. محمد رامي سعيد، أهلا وسهلا، مدرس هندسة اتصالات اللاسلكية مصر. محمد سمير، تكنولوجيا التعليم، مصمم تعليمي. طيب، يعني ما شاء الله اليوم كمان عندنا يعني تنوع في التخصصات وتنوع في الـ يعني في الـ في الـ في البلدان، وهذا يعني لا شك انه شكل يعني ايجابي. محمود الحوامده، باحث في تكنولوجيا التعليم جامعه القدس المفتوحه فلسطين، اهلا وسهلا فيك اخ محمد او اخ محمود. طيب الان شكرا للجميع وشكرا على حضوركم واهلا وسهلا فيكم. نرجع لسلايداتنا. دكتور انا اسف، معانا برضو بعض الاعضاء المشاركين اللي هم شاركوا في الشات ما شاركوش على طيب تعطينا الاسماء من عندك يا واحده.
معانا محمود علي الغول والدكتور مصطفى احمد رضوان استاذ مشارك الاقتصاد والماليه العام بمصر، وعندنا معاكم هشام العبد باحث دكتوراه في التربيه في جامعه دمياط وشغال في التربيه والتعليم. اهلا وسهلا. محمود الغول استاذ محمود الغول بيقول انه مدرس في مدارس الخليج الاهليه تخصص رياضيات. ان شاء الله. دكتوره مطيعه محمد النمرات مناهج وطور تدريس. إيمان أنور معلمة رياضيات من الأردن. أهلا بكم جميعا وشرفتونا جدا بالخدمة. طيب نبدأ الآن في عندنا بالنسبة لليوم راح نتكلم على التصميم الشامل للتعلم اللي يسموه اليو دي ال اللي هو يونيفرسال ديزاين فور ليرنينج. راح إن شاء الله نتكلم على أول شغلة هنعرف المفهوم إيش هو، ونتكلم كيف نصممه أو كيف نوظفه في التعلم عن بعد، وبعدين راح نتكلم على أشهر الأدوات التقنية اللي ممكن نستخدمها في التصميم الشامل للتعلم. بعد هيك راح نتكلم على قضية إمكانية الوصول صوت الاستخدام accessibility and usability، وكيف نوظفها في مبادئ التصميم الشامل اللي هي universal design for learning. الآن في عنا نشاط صغير برضو على سلايدو. الآن أكيد إحنا كنا مرينا في مرحلة قضية الـ distance learning التعلم عن بعد. نشوف الآن ما هي أبرز المشكلات التي واجهتك أثناء تصميم المقررات عن بعد، يعني وإحنا بنصمم المقررات إيش أبرز المشاكل كانت عندنا موجودة. نعمل شير على السريع، شوف شو عندنا مشاكل كانت موجودة. هي بس علي أبعت الرابط. أبعت الرابط دكتور. تمام. على سلايد ما هي أبرز المشاكل، شو عندنا مشاكل كانت موجودة وإحنا بنصمم. طبعا احنا الكل كان يصمم، يعني فترة الكورونا الكل اشتغل على عملية التصميم، سواء يعني متخصصين تكنولوجيا التعليم او يعني الناس الاخرين. طيب شو واجهتنا، ايش ابرز المشاكل اللي واجهتنا واحنا بنصمم؟ تمام. انا الان ما بحد يتكلم على المشاكل التقنية، انا بدي اتكلم على مشاكل التصميم. ايش ابرز المشاكل كانت عندنا موجودة؟ يلا شوف شو في عندنا افكار. أها. بعت الرابط دكتور؟ أنا بعت الرابط. طيب إيش عندنا مشاكل كانت موجودة بالتصميم وإحنا بنصمم بالمقررات الرقمية، إيش أبرز المشاكل اللي واجهتنا؟ توزيع الأنشطة على المحاضر. توزيع الأنشطة على المحاضر. أوكي. مش مفهوم الكلمة بس يلا ماشي الحال. توزيع الأنشطة أوكي، غيره شو كمان عندنا كانت عندنا مشاكل؟ مشكلة زيادة دفعية الطلاب، رائع. في عندنا مشكلة قضية الدافعية عند الطلاب إنهم ملوا. التواصل مع خبير المحتوى جيد. كمان شو عندنا مشاكل كانت موجودة؟ طيب انجذاب الطلاب ماشي، هي متعلق في قضية الدافعية. طيب شو كان عندنا كمان مشاكل؟ إدارة وقت المحاضرات ماشي، موضوع الامتحانات كانت مشكلة كبيرة في التصميم، صح جيد وقت المحاضرات. طيب التهيئة النفسية للطلاب جيد، تنظيم المحتوى ممتاز، تقييم جيد ممتاز. طيب إذا كل شيء حكى يعني ممتاز وصحيح، لكن في نقطة عندي هيك يعني بحبب اليوم أطرحها اللي هي مفتاح يعني الموضوع كله كامل. طيب تقييم الطلاب أخذ السواد الأعظم، يعني كان عندنا مشكلة بالتقييم حقيقة، يعني وجود عدم مصداقية بقضية علامات الطلاب وقضية إجراء الاختبارات. طيب غياب المعايير تمام. طيب نرجع مرة ثانية، شكرا للجميع طبعا على التفاعل. عندنا من المشاكل الكبيرة اللي كانت موجودة عندنا، طبعا كل ما قيل صحيح في قضية الإشكاليات اللي كانت في قضية الديستنس ليرنينج أو التعلم الرقمي بشكل عام، لكن في قضية يعني أتوقع إنها
هي موجودة عند الناس بتفكر فيها، لكن هي غايبة في قضية التصميم. يعني عندنا مشكلة عندما نصمم، لمن نصمم؟ يعني هل إحنا تصميمنا يشمل جميع الطلاب ولا يشمل فئة معينة؟ هذه أحد المشاكل اللي كانت عندنا موجودة في خلال الديستانس ليرنينج. لذلك في كثير من الطلاب ما تمت عملية التعلم، تمام، سواء في التعليم العام أو التعليم الجامعي. اليوم الفكرة عندنا فكرة اليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج، اللي هي فكرتها التصميم الشامل في التعليم، الوصول للجميع. يعني كيف نوصل لكل الطلاب؟ هل إحنا لما صممنا مادتنا إحنا بنستهدف مين؟ هل هي فئة الطالب القوي؟ هل هي فئة الطالب المتوسط؟ هل هي فئة الطالب الضعيف؟ أغلب الطلاب اللي عندهم مشاكل في التعليم لم تستهدفهم بشكل قوي تصميم التعليم في المرحلة السابقة، وهذا عمل مشكلة كبيرة جدا حقيقة، لأنه إحنا بنعرف الطالب الحقيقة حتى بعض الطلاب المتوسطين إذا دخل وما وجد المادة الملائمة له قد تكون له نفرة يعني من المقرر الرقمي. اليوم الفكرة عندنا اليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج إنه إحنا كيف نعمل تصميم شامل في التعليم ونصل لجميع الطلاب. طيب شوفوا القاعدة ما أجملها. هاي القاعدة بتقول إذا أخذت بعين الاعتبار الأقلية عند التصميم فإنك تصمم الأفضل للجميع. يعني إذا أنت أخذت بحسابك لما تيجي تصمم المقرر الرقمي الطالب الضعيف، فأنت تصمم تلقائي الأفضل للجميع. لكن إذا أنت أخذت فئة معينة، إذا أنت أخذت فئة معينة أو فئة متميزة أو فئة فوق المتوسط وصممت لها المقرر الرقمي، راح يكون عندنا مشكلة كبيرة جدا في قضية تعلم الطلاب. فأنت تأخذ بعين الاعتبار الأقلية عند التصميم، تمام، حتى تصمم للجميع بطريقة ممتازة جدا. دكتور محمد أيوة دكتور، أيوة أنت معي؟ مع حضرتك. إحنا الآن التصميم بدنا على الأقل نصمم مش على الأكثر، تمام. يعني أنا لما بدي أجي أصمم الآن مادة رقمية بدي أبنيها حتى على الطالب الضعيف، ما بدي أبنيها فقط على المتوسط. وهذه نقطة كثير من مصممين التعليم الحقيقة يعني غفلوا عن النقطة، فبالتالي كثير من الطلاب حكينا نحكي الأضعاف اللي عندهم مشاكل لم يتفاعلوا مع المنصات ولم يتفاعلوا مع المقررات الرقمية. ما هو من اول حاجه احنا لما بنجي نصمم من وجهه نظر ان احنا اول حاجه بنعمل الاناليسز، لو الاناليسز صح بتريحني جدا في عمليه الديزاين اللي هي مفتقدينها حاليا. يعني اغلب الناس اللي بتشتغل في التصميم التعليمي على الوطن العربي بنسبه كبيره، انا مش بسيل الناس، بس عمليه التصميم عمليه التحليل ما عادش ليها ثقل كبير عندنا. الاهتمام بالالوان، الاهتمام ان انا بعرف اشتغل ارتكليت، بعرف اشتغل برامج انتاج. طب يا جماعه الاناليسز دي لازم ليها باع كبير قوي ولها شغل كتير قوي، فدي من الجاب اللي بتحصل. طيب خلينا ندخل في الموضوع، خلينا ندخل في صلب الموضوع. اليوم الموضوع الجميل فيه يا دكتور هو داخل عندنا في علم النفس. اليوم احنا شغالين علم نفس مع تكنولوجيا، ترى يعني موضوعنا اليوم هو في معايير الجوده حقيقه، لكن الجميل فيه داخل في علم النفس، علم النفس التربوي. الآن الدراسات عنا بتشير إنه الدماغ الإنسان، دماغ الإنسان يعني يجري عمليات معقدة جدا حقيقة في التعليم. هذا مدعاة بإنه تجرى أبحاث كثيرة جدا على الدماغ كيف بتعلم. إحنا اليوم بدنا نحاول نفهم الدماغ كيف بتعلم. طبعا مثل ما بتعرفوا الآن عنا أبحاث كثيرة مرتبطة بالدماغ. طبعا النظريات القديمه زي النظريات السلوكيه والبنائيه صحيح انها مرتبطه بالدماغ، لكن ليست بهذا العمق. لذلك الان عندنا ابحاث الدماغ في التعلم. اليوم احنا بدنا نفهم دماغ الطالب المتعلم كيف بيتحرك، كيف بيتعلم، عشان نعرف نصمم له. اذا ما عرفنا دماغ الانسان كيف بيتحرك وكيف بيفكر، راح يكون عندنا مشقة كبيرة جدا في قضية التصميم. الأبحاث بتشير إنه كل إنسان له طريقة معينة بالتفكير،
كبصمات اليد. فالطريقة ليس واحدة، طلابنا كلهم ما بيتعلموا بطريقة واحدة، تمام؟ فكل واحد له طريقة وله كل طالب له نمط، وكل واحد بيفكر بطريقة معينة. الآن عندنا التصميم القديم، عندنا تصميمين. التصميم القديم، أنا بتكلم الآن على التصميم الرقمي، التصميم الرقمي وكذلك التصميم العادي. عندنا التصميم القديم كان عندما يعني يؤلف الكتاب يؤلف على المتوسط، يعني إحنا كنا نشتغل على متوسط الطلاب. طبعاً المنحنى الطبيعي معروف عندنا 68% اللي هم تحت اللي هم المتوسطين، و16% اللي هم الطلاب المتفوقين، وبعدين 16% اللي عندهم يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. الآن التصميم القديم كان يشتغل على قضية المتوسط تاع الطلاب. لما نيجي نصمم مقرر رقمي أو أي كتاب، إحنا كنا نصممه على إيش؟ كنا نصممه على المتوسط، كنا نصممه على إيش؟ على المتوسط. الشيء الجديد الآن، إحنا ما بنصمم على المتوسط، إحنا بنصمم يا جماعة، تمام، على أنماط المتعلمين. بنصمم على إيش؟ على أنماط المتعلمين. طبعاً التكنولوجيا الآن فتحت لنا مجال كبير جداً إنه نصمم لكل طالب بالطريقة التي يرغب بها بالتعلم. حين نستخدم المنهج المعد للطالب المتوسط نكون قد تركنا العديد من الطلبة بالخلف. هذه مقولة جميلة جدا. إذا أنت بدك تصمم فقط للمتوسط، متوسط الطلاب، راح يكون عندك مشكلة إنك تركت كثير من الطلاب في الخلف. بدنا ننتبه على المحاضرة اليوم، لأنه هذه فعلا معيار مهم جدا، وراح نشوف الآن يعني المنظمات العالمية كيف وضعت الـ Universal Design for Learning من المعايير الأساسية في التصميم. إذن لما نعد منهج فقط على المتوسط، وهذا أغلبنا ترى بيعملوا في التصميم، يعني أنا متصمم على المتوسط. دكتور محمد، دكتور محمد، أيوه دكتور، أيوه إحنا لا نتصمم على المتوسط، أغلبنا بنصمم على المتوسط، فلذلك بيصير عندنا إشكالية. شوف الآن هذا المعيار اليوم بيعلمنا إنه ما نصمم على المتوسط، بيعلمنا نصمم على أنماط المتعلمين. فبيقول لك إذا صممت للمتوسط معناه أنت ضيعت طلاب كثير معك. طبعاً هذه مترجمة العبارة عندي من بعض يعني علماء النفس وعلماء التكنولوجيا كذلك في قضية يعني الجودة وقضية التصميم. إذن وظيفتنا إحنا كمصممين تعليميين إنه نوفر التصميم الرقمي المناسب لتعليم الجميع. شوف المقولة أي ما أجملها. دكتور معي؟ دكتور محمد؟ أيوة مع حضرتك. المقولة شو ما أجملها؟ بيقول لك we say we are educating everyone but are we؟ يعني إحنا كلنا بنقول إنه إحنا بندرس الكل، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ لا. لما نيجي نصمم المقرر الرقمي مين اللي مخيلتنا بنصمم له؟ هل هذا كلام صحيح؟ طب أنا عندي مشاكل كثيرة مع الطلاب، هل هذا صحيح الكلام إنه إحنا نصمم للكل؟ خلينا نشوف اليوم. Universal Design for Learning، التصميم الشامل للتعلم، مفاتيح راح نعطي اليوم ونشوف المنظومة هي كيف تتحرك، كيف بتنعمل. عملنا سؤال على اللينكد إن كالعادة، وأنا عادة دوراتي دائما بشتغل على اللينكد إن، لازم أحط بعض الأسئلة عشان أشوف يعني كم عدد. طبعا أنا اللينكد إن عندي تقريبا اللي معي مشتركين بحدود 8000، عدد كبير وبدون مبالغة، نصهم في الانستركشنال ديزاين يعني. فبنحط بعض الأسئلة حتى نشوف يعني هل هذا الموضوع مطروق عندنا في تصميم التعليم ولا مش موجود. فحطينا السؤال، كم واحد بيعرف اليو دي ال؟ طبعا شارك معي في البول تقريبا 40 واحد. ال 40 53 بيعرفوا، و 48 عندنا نسبه يعني مش عارف عن الموضوع كله. طبعا كان مده البول فقط يعني 3 ايام،
عملته أنا مدة 3 أيام حتى أعرف مصممين التعليم هل هم عارفين القصة هاي ولا مش عارفينها. للأسف الأغلب مش منتبه على Universal Design for Learning، فبدنا ننتبه. شوفوا كيف النسب مهمة عندنا. وللأسف ترى أغلب اللي أجابوا طبعاً بيس أغلبهم يعني الأجانب، كان أغلب المجموعة اللي معي يعني من المصممين التعليم العرب أغلبهم قالوا إحنا ما بنعرف الموضوع هذا، فبدنا ننتبه. لعلها تكون هذه أول دورة على مستوى الوطن العربي في Universal Design for Learning مع تدخيل طبعاً التكنولوجيا فيها. طبعاً هو المصطلح هذا موجود لا شك في ذوي الاحتياجات الخاصة، في التربية الخاصة موجود، لكن إحنا مش مضفينه في تكنولوجيا التعليم. تمام؟ الآن المصطلح هذا من وين جاي؟ المصطلح Universal Design for Learning من وين جاينا؟ جاينا يا جماعة من قضية الهندسة المعمارية. يعني هذا المصطلح هو أصلاً ما كان في التربية، المصطلح هذا ما كان في التربية. هذا المصطلح أول ما بدأ بالهندسة المعمارية. الآن المهندسين لما بدهم يصمموا مدينة كاملة كيف بيصمموها؟ هل بيصمموها بدون مداخل ومخارج لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا بيعمل كل صغير وكبير عشان تطلع المدينة معها متكاملة؟ فاليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج أول ما بدأ بالهندسة المعمارية اللي هي مطلوب من أي مبنى يوفر كل الحاجات للناس قبل أنهم يسكنوا أي مكان سكني. تمام؟ شوفوا ما أجمل العبارة. دكتور محمد معي؟ دكتوري؟ أيوة دكتور، ما حضرتك. يقول لك Universal Design is everywhere. يعني مش هي بالتعليم بس لحالها، يعني الآن مش شغالين بس تعليم يا جماعة، التصميم الشامل في كل شيء أصلا. يعني شوفوا الصورة اللي أمامكم الآن، شارع، لكن الشارع هذا عمل كتصميم، بتصميمه عمل إيش؟ مكان لذوي الاحتياجات الخاصة ولو بده يتحرك. تمام؟ هيك الفكرة تاعتها بدت. إذن التصميم الشامل is everywhere، مش بس بالتعليم، لا 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 لا، في أي شيء بدك تعمله بدك تفكر للجميع حتى تنجح الفكرة. هذه فكرتها الأساسية اللي بدت فيها. شوفوا الآن الفكرة، هذه عندنا هون بيوت. طبعاً أجل مهندس، الباش مهندس عمل سكة، والسكة هاي دخل منها ذوي الاحتياجات الخاصة، استفاد من المكان، استفاد من هذا المكان وطلع وتحرك ومشي فيه. بعدين شوفوا كيف الفائدة، ما استفاد منها ذوي الاحتياجات الخاصة لوحده، استفاد منها كمان مين اللي ماسك الشنطة؟ تاع العرباي، تاع التزلج، الكل استفاد. أنا الفكرة هون إنه التصميم الشامل للتعلم مش القصد منه فقط ذوي الاحتياجات الخاصة. دكتور محمد معي؟ أيوة مع حضرتك يا دكتور. الفكرة مش لذوي الاحتياجات الخاصة مثل ما احنا مفكرين، لا 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 لا، شوف إذا هم فتحوا الممر لفئة، لكن كم واحد استفاد؟ لا كل استفاد، الكل. الأم اللي معها العرباي دخلت، والمسافر دخل، وتاع التزلج دخل، وتاع ذوي الاحتياجات الخاصة برضو دخل معنا. فالبعض بيظن إنه اليو دي ال يعني لذوي الاحتياجات الخاصة، لا 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 لا، احنا بنصمم للكل. في نقطة جميلة جدا هنا لازم نفهمها، البعض بعد ما يصمم بيفكر في Universal Design for Learning، يعني بروح مصمم على الوضع الطبيعي على المتوسط، بعدين برجع لفئة الطلاب بيبدأ يعدل على إيش؟ على المادة. وأنا بذكرني هاي القصة، قبل 3 سنوات عندنا عملوا كتاب بالفيزياء، وبعد ما عملوا كتاب بالفيزياء بدهم يدخلوا التكنولوجيا بعد ما خلصوا الكتاب. قلنا لهم يا جماعة ما بزبط، إحنا الأصل الكتاب يتطلع مع التكنولوجيا. تمام؟ فاليونيفرسال ديزاين ما بينفع أنا بعد ما أصمم المقرر أبدأ أفكر في الطلاب الآخرين،
لذلك شوفوا عندنا رسمتين. آه دكتور، دكتور محمد، عندنا رسمتين. شوفوا رسمتين. الرسمة الأولى بعد ما صمموا المبنى اتذكروا ذوي الاحتياجات الخاصة فراحوا عاملين لهم مدخل. حلو؟ راحوا متذكرينهم بعدين. راحوا عاملين لهم مدخل. فصار عندنا الشكل أصلا مش نافع أصلا. حتى الشكل احنا بنسميه ترقيع يعني. واحد بيرجع بمبنى. المبنى الثاني لا، انبنى معاه. From scratch. ايوه، من البدايه بدي اصمم، مش بعد ما اصمم ابدا افكر فلان ما تصمم له، فلان كيف بدي اتعامل معاه، بنعمل مشكله كبيره. فلذلك هذه طبعا مهمه جدا ان نفهمها، انه التصميم الشامل للتعلم انت بدك تبدا من البدايه، مش بعد ما تبني المقرر تبدا تفكر في الطلاب. البعض بيعمل الحركه هاي بهالطريقه، يقول لك انا تذكرت فلان. إذا تذكروا طبعا، ممكن ما تذكروش أصلا. طيب، تصميم الشامل للتعلم Universal Design for Learning. شو شايفين في الصورة؟ دكتور محمد صورة إيش هاي؟ النيورون نتورك. شو الصورة هاي؟ الخلايا العصبية. الخلايا العصبية يا جماعة، أنا شغال علم نفس اليوم. التصميم الشامل للتعلم شغالين اليوم على الدماغ كيف بيفكر. هو اصلا التصميم الشامل للتعلم مبني على علم الاعصاب. مبني على ايش؟ على علم الاعصاب. تمام المعلومه؟ ايوه، مبني على علم الاعصاب. التصميم الشامل للتعلم مبني على علم الاعصاب، وراح نتكلم كيف مشبوك بعلم الاعصاب وشو دخل التكنولوجيا في القصه هاي كلها. طيب، التصميم الشامل للتعلم Universal Design for Learning شغلتين مهمات جدا، بيزيل العوائق قدام الكل يتعلم. تمام، بيزيل العوائق وبيعلم الكل، هذه فكرته. إطار تعليمي قائم على إزالة العوائق، والقصة الثانية إنه بيعلم الجميع. بيعلم إيش؟ الجميع. أنا ركزت في الدورات الماضية على الأكسسبيلتي and Usability. في البعض راسلني على الايميلات بيقولوا هذا الموضوع اول مره بينطرح بهذه الطريقه. يا جماعه، اساس التعليم، اساس التصميم اكسسبيلتي اند يوزبيلتي. اللي ما عنده امكانيه وصول وسهوله استخدام لم يعد هناك مقرر، كل معايير الجوده قائمه على القصه هاي. فاذا انت مش قادر تعلم الكل، بدك تعلم خمسه او سته من يعني غرفه صفيه عباره عن 30 او 40 طالب، هذا لم يعد تعلم. لم يعد تعلم. في موقع جميل جدا بدي تدخلوا اليوم، انا مش راح ادخل عليه، راح اعطيكم اليوم مفاتيح تدخلوا وتتفرجوا وتتعمقوا في الموضوع. عندنا موقع بتعلق يعني بالدرجه الاولى بتكلم على اليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج، رائع جدا، بتكلم على الفكره بشكل العميق، بتكلم على قضيه ابحاث الدماغ وعلاقتها باليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج. أنا حطيت الرابط، دكتور محمد لو تشير لهم إياه. أنا شيرته حاليا في الشات دكتور. رائع جدا. المربع هذا اللي جنبه الزائد نزلوه واستفيدوا منه، راح تستفيدوا منه فائدة كبيرة جدا في التصميم. الموقع كثير رائع وكثير جداً. ممتاز جدا، راح تنبسطوا عليه. تمام؟ سواء بيتكلم عن الشغل بتاع الديزاين بتاع كل حاجة. إيش دكتور؟ بيتكلم عن المساواة واللي هو الليرنينج ديزاين بتعمل ازاي والمعايير الدوليه بتاعتها. رائع جدا، رائع جدا، يعني في عمق معرفي قوي جدا. ممتاز جدا الحقيقه انه نطلع عليه. اليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج، تصميم اللي هو عندنا التصميم الشامل للتعلم بيقوم على ثلاث شغلات مهمه جدا. الشغله الاولى انه احنا ما بنعملش مقاس واحد للمتعلمين. نوت وان سايز fits all but for everyone. يعني احنا ما عندناش تصميم لقياس واحد من الطلاب. عندنا التصميم الشامل للتعلم مش معناه اني اضيف بعدين النقطه اللي حكيت عنها قبل شوي، انه احنا ما بنضيف بعد ما نصمم، التصميم لازم يكون من البدايه. والنقطه الثالثه امكانيه الوصول وسهوله الاستخدام
للجميع بدون استخدام بدون استثناء يا جماعة. Accessibility and usability، إمكانية الوصول لصورة الاستخدام للجميع. What UDL is not. البعض بيفكروا لذوي الاحتياجات الخاصة، لا مش لذوي الاحتياجات الخاصة لحالهم. إحنا بنصمم للكل. شايفين الرسمة أجملها هاي؟ هي وحاط لك إكس، حاط لك علامة إنه مش لا إنه مش هو. الـ UDL عندنا مش بس لذوي الاحتياجات الخاصة، لا 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 لا، لا. لجميع المتعلمين. تمام. الآن عندنا الـ OLC اللي هم Online Learning Consortium. طبعاً أنا اليوم بدي أورجيكم أهمية الموضوع. طبعاً Online Learning Online Learning Consortium هذه من المنظمات المشهورة في معايير الجودة في Quality Assurance. حطيتوا معيار كامل، لاحظوا Accessibility and Universal Design. And Universal Design هو وصول التصميم الشامل للتعلم، وحاطين عليه سكور. يعني أنت لما تيجي تتقيم، لما تيجوا علينا تبعتوا لنا بعض المقررات ومش مصمم على اليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج، اعرف انه السكور مش راح يكون صح. شوفوا كيف هنا مركزين عليه، حاطين له سكور. واضح يا دكتور محمد؟ ايوه دكتور واضح. شايفين كيف؟ يعني هم عاملين انه هذه احد المعايير الرئيسيه اللي لا يقبل المقرر بدونها. بدنا ننتبه. طبعا الاونلاين ليرنينج كونسورتيوم انا بعثت المعايير قبل فتره، هي والكيو ام تعتبر الان هم من المنظمات الرئيسيه في العالم اللي بتشتغل على الكواليتي اشورنس. طيب عندنا المركز الوطني للتعليم الالكتروني في المملكه العربيه السعوديه، برضو حطيته. طبعا اللي اشتغل على المعايير لا شك هم يعني الكادر السعودي، واستعان طبعا ببعض الخبرات الموجوده بالكيو ام والاو ال سي. هذا الكلام راح تجدوه اذا دخلتوا على المركز الوطني للتعليم الالكتروني. شوفوا حاطينه الالتزام بمعايير التصميم الشامل للتعليم اللي هي يونيفرسال ديزاين فور ليرنينج. تمام. اذا معيار جوده. طيب خلينا نفهم الان، عندنا مبادئ ثلاثه متعلقه باليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج باختصار عشان نفهمها. المبدأ الأول، توفير وسائل متعددة لتقديم وعرض المعلومات من قبل المعلم. يعني لا تقدم المادة بطريقة واحدة، لا تقدمها بس فيديو، لا تقدمها بس صوت، لا تقدمها بس باوربوينت، لا تقدمها بس PDF. تمام. هذا المبدأ الأول. فإذا بدك تصمم لا تقدم المادة بطريقة واحدة، ولا تقدم نفس المحتوى بطريقه واحده. البعض مثلا بروح جاي الفيديو وناقل على الشغل الثاني عملها اوديو. انا بقول على نفس النقطه، حتى المحتوى لما يقدم، المحتوى الواحد، الفكره الواحده، لا تقدم بطريقه واحده. المبدا الثاني، خلي الطلاب يعبروا بطرق متنوعه، لا تعمل طريقه واحده، لانه كل طالب بدنا نراعي احتياجاته. فبالتالي الطلاب ما بدنا يعبروا عن نفسهم بطريقه واحده. طالب ممكن يعبر عن نفسه بالكتابه، طالب ممكن يعبر عن نفسه بالصوت، طالب ممكن يعبر حاله عن بالفيديو. القضيه الثالثه، توفير وسائل متعدده لاثاره الدافعيه، لانه احنا بنعرف انه دافعيه الطلاب ليست دافعيه واحده. يعني ما يثير فلان في الدافعيه لا يثير الاخرين. فإذا عندنا ثلاث مبادئ، نوع في الوسائط المتعددة، نوع بطريقة اللي بدهم الطلاب يعبروا عن أنفسهم فيها، نوع بإثارة الدافعية عند المتعلمين. هدول المبادئ الثلاثة اللي بيشتغل عليها اليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج. الدماغ، دماغ الإنسان مرتبط في التصميم الشامل للتعلم. خلينا نفهم الفكرة. يعني حكينا إنه التصميم الشامل للتعلم مرتبط ارتباط كامل بالنسبة لقضية إيش؟ بالدماغ. الدماغ عندنا ثلاث أماكن، شبكات إدراكية، شبكات استراتيجية، والشبكات العاطفية. الشبكات الإدراكية المتعلقة بقضية وصول المعلومات للإنسان،
الطبقة اللي هي الطبقة الخلفية، عندنا طبقة خلفية توصل الصوت، الصورة، النص، بيحللها الدماغ، تمام؟ وعندنا الشبكة الاستراتيجية اللي بيعبر فيها الإنسان، بيكتب، بيسجل صوت، هذا عبارة عن شبكة استراتيجية. النوع الثالث اللي راح أتكلم عنه كمان شوي اللي هو مرتبط بالشبكات العاطفية، الشبكات العاطفية اللي هي عبارة عن قضية إثارة الدوافع، إثارة الدوافع، هيك الدماغ بتكون. إذا الدماغ عندنا شبكات إدراكية لتحليل المعلومات والصوت والصورة وغيرها، والنوع الثاني كيف أعبر، والنوع الثالث اللي هو متعلق بقضية إثارة الدوافع عند الإنسان. وهذا مرتبط يا جماعة مثل ما بتشوفوا أنتوا باليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج بشكل يعني متكامل. طيب الآن راح أشتغل على الثلاث مبادئ أنا بشكل سريع جدا. دكتور محمد كم قطعنا من الوقت إحنا؟ إلى الآن يا دكتور إحنا أعطانا 40 دقيقة. طيب الآن عندنا المبادئ الثلاثة كيف نعملها؟ المبدأ الأول، المبدأ الثاني، المبدأ الثالث. أول مبدأ اللي هو توفير وسائل متعددة لتقديم عرض المعلومات. أنا حكيت قبل شوي التفصيل إنه إحنا المادة ما نقدمها بطريقة واحدة حتى لو كانت نفس المحتوى، راح أعطيك كمان شوي بعض الأمثلة عشان ننتبه. طيب فإذا قدمنا مادة سمعية لازم أحط معها نص، وإذا قدمت فيديو تمام بدي أحط بعض الأمور المعينة إلها، تمام؟ فبدنا ننتبه إنه دائما عندنا المحتوى الرقمي لا تقدموه يا جماعة بطريقة واحدة. أنا بعرف إنه هذا متعب، لكن أنا بتكلم الآن على محترفين في تصميم المقررات الرقمية. لما بدك تيجي تصمم تمام لا تقدم المحتوى بطريقة واحدة. إذا قدمت صوت قدم معه العروض التقديمية مثلا، حطوا كتابة إلى آخره. طيب الآن عندنا تمرين في بادلت، ما هي من التقنيات التي يمكن استخدامها في تنويع عرض المعلومات؟ دكتور أيوة دكتور محمد على البادلت موجود يا فندم في الشات، بس دقيقة علي، دقيقة موجود مع حضرتك، دقيقة دقيقة. الشير واضح هيك؟ الشير واضح. طيب يا ريت رح نبدا من اليمين، احنا رح نبدا من اليمين مش من الشمال. عندنا زائد، خانة الزائد. الان ما هي من التقنيات اللي يمكن استخدامها؟ لا لا لا، العكس العكس. انا رح امسح من عندي ديليت، بس انتبهوا. يا ريت من اليمين، أهم التقنيات التي يمكن استخدامها في تنويع عرض المعلومات، شو عندنا أفكار؟ من الزائد، هذا الرابط الثاني أهو برضو كتب بنفس المكان. يا جماعة من اليمين، من اليمين، جميل. فيديوهات، نصوص مكتوبة، تسجيلات صوتية، صور وصوت وفيديوهات. لا ما بدي، شوي يا جماعة، شوي 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 شوي، خلينا نمسحها. ما حدا يكتب على الشمال، الكل عنا على اليمين. صور وصور فيديوهات، تمام. فيديوهات حطوا لي اياها باليمين، خلينا نركز على اليمين يا جماعة، اللي هي على اليمين المعامل الافتراضية. طيب الألعاب، طيب تمام. فيديوهات، نصوص، أصوات، جميل. رسوم متحركة مش مبينة عندي، برامج تفاعلية، سوي طبعا هذا حط تطبيق، تطبيقات مجموعة مايكروسوفت، تمام. طيب أوكي نرجع، رجعنا على الشير دكتور، واضح ها؟ أيوة واضح. طيب كل اللي حكيتوه تمام، أنا مش راح أركز عليه. دكتور، دكتور محمد، ايوه كل اللي حكى تمام وصح، صور فيديوهات، لكن انا بدي اركز على بعض الشغلات المهمه جدا عندنا في تصميم التعليم لما نقدم المحتوى بصوره المتعدده. اول شغله، في عندنا شغله مهمه جدا في معايير الجوده بسموها التشانكينج. التشانكينج معناها
إنه إحنا لما نقدم المادة سواء فيديو أو كانت صوت لا تقدمها بشكل طويل جدا، تقسيم المحتوى إلى أجزاء صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام، تمام؟ يعني لا تعمل لي فيديو مدته 10 دقائق وربع ساعة. عندنا هنا فيديو أنا عملته في طبعا الواحد بيسأل مثلا بيقول طب ليش ما نحط ربع ساعة وثلث ساعة؟ يا جماعة إحنا في أبحاث الدماغ عندنا العاملة الذاكرة العاملة اللي هم بيسموها. يا ريت الأسئلة تكون مباشرة على الجروب، ما تكونش لحضرتك شخصا عشان كل الناس تستفيد منها. دكتور يا ريت الأسئلة تكون مباشرة لحضرتك على طول، تكون على الجروب ما تكونش لحضرتك شخصيا. ما بعرف أنا مش سامع إيش الفكرة. يا ريت ما فيش أسئلة توصل لحضرتك شخصيا لحضرتك، لا دلوقتي خليها على الجروب بحيث الناس كلها تشوف الأسئلة. أوكي. طيب في عنا إذن بدنا نركز وإحنا بنصمم ونقدم المحتوى بصور مختلفة. إحنا بنتكلم الآن كيف نقدم المحتوى، تمام؟ وإحنا بنقدمه بصور مختلفة. أول شغلة بدنا نركز على قضية مهمة جدا اللي هم يسموها التشانكينج، اللي هي عبارة عن تقسيم المحتوى، تقسيم المحتوى لأجزاء صغيرة قابلة لإعادة الاستخدام. طب ليش؟ لأنه أنتم بتعرفوا عنا الذاكرة العاملة اللي هي عبارة عن ذاكرة يعني بسرعة المعلومات بتطير منها، تمام؟ ما بتقدر تستوعب أكثر من 5 6 7 أفكار. فإحنا لما نعمل الفيديو مدة نص ساعة أو ساعة الطلاب ما بيقدروا يستوعبوه. فإذا عندنا قضية تقسيم المادة سواء كانت عبارة عن فيديو أو كانت عبارة عن إيش؟ أو كانت عبارة عن صوت إلى آخره. يعني نقسم المادة سواء كانت عبارة عن فيديو أو سواء كانت عن يعني عن صوت. هذا الفيديو عملته أنا مع رواق، طبعاً في الفليب ليرنينج عملت تقريباً فوق 20 فيديو، كل فيديو كان مدته من دقيقة لدقيقة ونص، دقيقة لدقيقة ونص. وجدنا فعلاً في التجربة العملية أن الطلاب أغلبهم كملوا المادة، كملوا المساق. يعني خلينا نشوف الآن مثلاً دكتور ما فيش صوت من عند حضرتك. ما بدنا صوت، ما بدنا صوت دكتور. بس أنا كنت أقدم شوي. يعني شوف الفيديو هنا كم مدته تقريباً؟ يو ثانية 30 ثانية. 30 ثانية. شايفين كيف؟ كل المادة. يعني أنا بتكلم الآن على الموك. على الموك. تمام؟ شوف المادة مليانة أفكار. لكن إحنا عملناها بدقيقة ونص. عدد المشاهدات كانت للفيديوهات القصيرة عالي جداً. طبعا المادة هي كان معنا 10,000 طالب. الفليبد ليرنينج اللي عملناها مع مساق كان عندنا تقريبا بحدود 10,000 طالب. اتفاجأنا انه كل ما قلنا الفيديوهات، طبعا هذا الكلام بالاحصائيات اللي كانت موجودة، كل ما قللنا المعلومات الموجودة كل ما قللنا الفيديوهات وقصرناها وجدنا انه تفاعل الطلاب معها بيكون بشكل اكبر. طيب كمان نقطة مهمة جدا، كيف بدنا نقدم المادة بطرق أخرى؟ طبعاً هاي الصورة مأخوذة من البلندد ليرنينج على على منصة كورسيرا. شوفوا يا جماعة كيف بيقدموا المادة. المادة لا تقدم بطريقة واحدة. شوفوا اللي بيحكي جنبه عبارة عن قارئ الشاشة. دكتور محمد؟ أيوة دكتور. بالله شوف الآن عنا جنب اللي بيتكلم قارئ شاشة. شوفوا كيف الآن المادة. تعالوا خلينا ننزل تحت. شوفوا عاملين داونلود للفايل بس كتابة، وعاملين للمتعلم بيقدر ينزل الفيديو، وعاملين له برضه بيقدر ينزل كتابة لوحده. شوفوا كيف التصميم، التصميم الآن هنا قديش براعي أحوال المتعلمين. أنا مش جايب له بس فيديو. شوف الآن الطالب، في بعض الطلاب عندنا بيحب يشوف، ما بيحب يسمع ولا بيحب يشوف فيديوهات، تمام؟ فالنص نفسه موفر للطلاب اللي بيتكلم فيه. طبعا هذا اللي بالأسود هو عبارة عن ريدر بيقرأ الكلمات. طبعا هذه طريقة احترافية في التصميم الحقيقة. فإحنا مطلوب منا لما نقدم المادة ما نقدمها بطريقة واحدة، أقل ما فيها إذا كانت مادة فيديو إنه يكون نص الفيديو مفرغ كتابيا، يعني نفرغه تفريغ كتابي. تمام الوضع؟ طيب. تمام.
هذه عمايلي أنا مش عمايل إيدكس. هذا تطبيق ميت، تطبيق ميت الآن بيطبق الارتيفيشال انتليجنس، طبعا داعم لكلام المتحدث لكن للأسف مش باللغة العربية. هاي أضافوها طبعا من بداية ما يعني ما بدأ التطبيق، الآن طبعا صار عليه تطويرات كثيرة، لكن لاحظوا أنا بتكلم والنصوص عمالة بتطلع. طب واحد بيقول شو بدي فيها؟ هذا مهم جدا أصلا، لأنه أنا عندي طلاب قد يكون لديهم مشاكل بإيش؟ بإيش؟ السمع. السمع. واحد مش سامع يا جماعة، طب مش حقه يتعلم؟ صحيح. واحد مش حقه يتعلم اللي مش سامع يعني؟ دكتور دكتور اعمل ان ميوت لنفسك يا دكتور، معلش دكتور جلال. دكتور جلال بطلنا نسمع دكتور. لا يا ريت يا جماعه لو حد اذن حضرتك ما حدش يفتح المايك الا بعد باذن يا فندم. دكتور افتح. دكتور جلال، دكتور جلال سامعني؟ يا ريت تفتح المايك من عند حضرتك. هيك مسموع؟ اه مسموع يا دكتور. طيب سمعتوا شو عملت في الميت انا؟ لا من اول الميت معلش. طيب الميت هذه أنا بحكي على قضية هاي أنا عملتها الآن. تطبيق الميت أضاف الارتيفيشال انتليجنس، وإنت بتتكلم على طول طبعاً للأسف باللغة العربية مش موجودة، هي موجودة باللغة الإنجليزية الآن. طيب الطالب اللي مش سامع وعنده مشكلة بالسمع كيف بده يحضر مع الدكتور أو مع الأستاذ؟ حقه يسمع، حقه عفواً حقه يشوف. فشوفوا كيف يعني تعدد المصادر كيف عمال احنا بنشتغل عليها، ما بنقدم المحتوى بطريقه واحد يا جماعه. تمام؟ انا خليني ادخل اليوم، خليني ادخل بالقصص الجميله هاي، يعني مش راح اتكلم انه صوت وصوره وكذا. قبل شوي وريتكم كيف انه عدده، ما اكتفى فقط بالفيديو. عمل له تكست، عمل له ينزل الف طريقه. طيب طيب دكتور محمد. أيوة دكتور. أيوة التكست. طيب الآن سؤال سألته قبل فترة واحد جاوب بس أذكر فيه. الآن إذا كان عندنا صورة. أيوة. تمام. إذا كان عندنا صورة واحد عامل بي دي أف ورافع للطلاب وحاطط فيه صورة، كيف الريدر بده يقرأه؟ في برامج كتير. خلينا بالله نسمع من اللي موجودين. يا ريت يا جماعه اللي عاوز يجاوب ويفتح المايك يرفع ايده الاول عشان يبقى. شو رايكم؟ يعني احنا عندنا الان بدنا نعمل ماده، في عندنا مشكله بدنا نحط صوره، وعندنا خاصيه الريدر هذا الموجود الان بكل المنصات العالميه البلاك بورد وحتى المود الموجود فيه ترى. الريدر القارئ الان، انا عندي الان صوره. كيف راح يقراها الريدر؟ شو المطلوب منه؟ يا ريت اللي عاوز يجاوب ممكن يرفع ايده ونفتح له المايك على طول. في حدا بيعرف؟ او في الشات. والله يا ريت يحكي يا دكتور. يفتح يطلب يرفع بس ونفتح له المايك على طول عشان في حد احكي و... في حدا بيعرف ولا احكي؟ في الحسين. اي واحد رافع ايده. تفضل تفضل. كده يا دكتور ممكن هو عن طريقه اللي هو قراءه النص البديل، يعني انا بنحط نيتف تكست مكان للصوره فهو بيقرا النص البديل بتاع الصوره. برافو عليك. اذا انت بدك في شيء عنا بسموه الالت تكست يا جماعه، هذا موجود في الموديل وريتكم اياه قبل فتره. توصف الصوره، يعني بنوصف الصوره وصف عشان الريدر يعرف يقراها. تمام الوضع؟ تمام. بنوصف الصوره، هاي بيكون حاطين لك الالت تكست، تكتب الصوره فالريدر ايش بيبدا ايش يعني يقراها. طيب سؤال ثاني دكتور، هسه اللي بيجاوب السؤال هذا بدك تعطيه شهاده. طب واذا كان جدول؟ لا مش هعطيله شهاده، ده هو انا هعطيله حاجه ثانيه هيدي من انا دوره. طيب اسمع الان يا جماعه، لو كان قدام اجهز، لو كان قدامنا مش صوره، لو كان قدامنا جدول، لو كان قدامنا جدول، انا حاطط جدول واجى الريدر بده يقرا، كيف بده يقرا الجدول؟ اللي عاوز يجاوب يرفع ايده يا جماعه. والله هذه محرزه يعني. طيب كيف بده يقرا الجدول؟ واحد عمل راح على الموديل، ما بعرف اذا حدا فيكم جربها، انا بالنسبه لي يعني بعملها بكل بساطه، بروح على الموديل بعمل الالت تكست بعمل كذا، وفي خاصيه اضافه اي ريدر خلصنا ما بدها شيء.
تمام؟ في حد كتب في الشات الآن في حد طب لو كان جدول، الجدول كيف بده يقرأ؟ في حد بيتكلم يلا يا مصممين التعليم بيقولوا النص البديل وصف الصور وصف طيب النص البديل كنا نعمله بالجدول، الجدول راح يصير خرابيط أصلا، كيف بده يقرأ؟ عمود وصف كيف بده يقرأ العمود؟ وجزء على العمود الثاني كيف بده در... كيف بده يرتب العمود؟ حسين تفضل قولها ايوه عمو... تفضل حسين بصراحه يا دكتور حضرتك ذكرتها حضرتك اللي قبل اللي فاتت بس انا نسيتها بصراحه في حاجه تبع الارتفيشال انتليجنس او اكسب تقريبا اسمعوا عليك الله تفكروا فيها وشوفوا لي اياها على البادلت اسمعوا بدنا نتعلم شغل اليوم مهم جدا عشان نطلع باليونيفرسال ديزاين قويين بصراحه ودكتور محمد هاي بدنا ضروري مصمم تعليم يا جماعه كيف دخل على التصميم مش فاهم هاي ما بيزبطش اصلا احنا جايين نصمم فمصمم التعليم هو بس شغلته يجيب فيديو ويجيب يجيب بي دي اف وحطه ويحط جيمز هذا مش مصمم تعليمي المصمم التعليمي بده يعرف يشتغل طيب اسمعوا علي يا جماعه عندنا الدبليو سي اي جي اللي هي ويب كونتنت كونتنت اكسسبيليتي جايد لاينز هذول اللي هي عباره بيسموها امكانيه الولوج على الويب كيف اي متعلم يدخل على الويب ويتعلم بدون مشاكل قبل يومين عملنا على اللينكد ان كم واحد يا مصممين التعليم بيعرف الدبليو سي اي جي دخلوا معي تقريبا 45 واحد كانت الاجابه واحد ولا واحد بيعرفها تمام ولا واحد عرفها طب كيف هذا بدنا نصمم احنا ويب اصلا ويعملوا لذوي الاحتياجات الخاصه ونحرك كل المتعلمين طيب عندي رابط مهم جدا خذوا الرابط التحتاني هذا وادخلوا على الموقع طبعا هاي الموقع عمال بيتحدث كل سنتين ثلاث سنوات قاعدين بيعدوا على قضيه المعايير تمام الوضع ادخلوا اللي موجود اعطيهم اياه خليهم يتعلموا قضيه امكانيه بسموها امكانيه الولوج للمحتوى الويب كيف نتعامل كيف ذوي الاحتياجات الخاصه يتعامل مع الصوت كيف يتعامل مع كيف يتعامل مع الفيديو شو مواصفات الفيديو لما تحطه على الويب التكست كيف تحطه ترى ممكن يعمل لنا مشكله هذا اذا احنا ما تعلمنا العلم هذا راح يصير لنا مصيبه تمام دكتور محمد لما تسوي مصمم تعليمي بتنادي علي عشان اعطي في الدبليو سي اي جي هاي الفقره ماشي ما انت كده انت عملت السر اللي احنا هنتكلم فيه في الاخر اسمع لانه لا يمكن يكون في تصميم لا يمكن نقدر نعمل تصميم بدون الشغل هذا راح ينعمل عندنا مشاكل اذا احنا مش عارفين ال دبليو سي اي جي كيف بيتحرك راح يعمل لنا مشكله في التصميم وعاوز اقول حاجه يا دكتور هي بره الورشه خالص بالنسبه للفئات الخاصه في حاجه على مستوى الوطن العربي بيتم تنفيذها مشروع لعمليه المعايير الخاصه للاتاحه للفئات الخاصه على مستوى الوطن العربي كله ودي يعتبر حاجه بايونير جديده في الميدل ايست وفي افريقيا كمان طيب انا بدي انصحكم الان الكل يشوف يجرب لانه انا اتفاجأت انه مصممين التعليم ما عندهم علاقه في هذا الموضوع طب احنا يا جماعه لمين بنصمم اصلا احنا بنصمم لمين احنا لازم نصمم للكل طبعا هذه من معايير الجوده اللي ما بيعرفش دبليو سي اي جي بيكون عنده مشكله وهو بيصمم شفتوا كيف ترى علم المعايير حقيقه علم مو سهل هو شامل كل كل تصميم التعليم كل تصميم التعليم يعني هو مش جزئيه مثل بعض ما بيفكر واحنا بفضل رب العالمين ترى يعني هذه من اول الدورات في الوطن العربي بهذه الطريقه البعض بيستغرب من اوائل الدورات لم تطرق هذه المواضيع ويعملوا سيرش مش راح تلاقوا شيء في العربي اصلا عنها لا مفيش. مش راح تلاقوا على صدقا فهذه لكن كيف بدنا نعمل احنا بدنا احنا مصممين واحد مش عارف ال دبليو سي اي جي مش عارف كيف الصوت يحطه بس حط صوت طب انا عندي مشاكل ثانيه عند المتعلمين الاخرين طب هذا مش حقه يتعلم كيف بده يتعلم هذا فيا ريت الكل يدخل على الموقع ويتنور فيه واتمنى انه يعني يكون في رسائل دكتوراه في هاي يعني هاي المواضيع حقيقه الان مطروح الموضوع هذا بقوه الان في التصميم التعليم فانا بحكي بتفاجئ انه
للاسف احنا كمصممين تعليميين يعني حتى اليونيفرسال ديزاين فور ليرنينج ما حدش بيطبق اصلا الا من ندر الا ما ندر، واذا عمل بنعمل بطريقه بسيطه جدا تمام، انه والله عملنا بس هي ما بتنعمل بهالطريقه. هذا التصميم الشامل للتعلم اساس تصميم التعليم، ومثل ما وريتكم هو من معايير الجوده المهمه جدا. طيب المبدا الثاني، ما نخلي الطلاب يعبروا بطريقه واحده تمام، ما يعبروش بطريقه واحده، طلاب ما يعبروش بطريقه واحده. طيب ايش معنى ما يعبر بطريقه واحده؟ احنا يا جماعه التعلم الرقمي تاعنا في بالغالب بالوطن العربي اتجه لعدم الجوده وعدم المصداقيه، والسبب الرئيسي اللي كان موجود انه احنا قيمنا الطلاب كلهم على امتحانات، كله على امتحانات، وهذا نقيض للتعلم الرقمي. احنا التعلم الرقمي الاختبار هو اضعف انواع التقييم ترى، لانه احنا عندنا وسائل تقييم اخرى للطلاب. يعني انا مش عارف ليش عاملين هالاختبار هو عباره عن الشيء المقدس، احنا عباره الامتحان هو عباره عن جزء بسيط جدا، فصارت مشكله. احنا قيمنا التقليدي، احنا يا جماعه قيمنا التقليدي وجبناه حطيناه نفسه الكتروني، فصار عندنا مشكله بالتقليدي وصار عندنا مشكله بالالكتروني، فبدنا ننتبه. احنا ادوات التقييم عندنا للطلاب، انا في قصه بحب احكيها. ها دكتور محمد، دكتور. ايوه دكتور. ايوه، في عندي طالب من الطلاب عندنا في المدرسه قبل 3 سنوات، احنا بنعمل امتحان القراءه للطلاب كل طالب على حده حتى نشوف كيف يعني الامكانيات الموجوده عنده. فالطالب ما قرا، ما بعرف ايش اللي صار عنده، صار عنده مشكله ما قراش. فالمعلمه بتقول لي والله انه بيعرف يقرا. قلت لها كيف بيعرف يقرا؟ فسجلت الماده على صوت وبعثت لي على الواتساب، فعطيت له علامه كامله. احنا العبره ليست بالاختبار، يعني احنا ما بنصيرش نضل شغالين اصلا على الاختبارات تمام. فعندنا بدنا ننوع بقضيه طرق التعبير عن النفس عند الطالب، لانه الطلاب مش كله بنفس الطريقه، وهذه من مبادئ المهمه جدا عند اليو دي ال. كمان شغله ثانيه انا تكلمت عنها المره الماضيه، وهي من معايير الجوده اللي بيسموها الاي بي اي. الاي بي اي مين بيعرف الاي بي اي يا جماعه؟ حكيت عنها قبل اسبوعين. نسال ونسمع ونشوف من الحضر. اسمع نرجع المعلومات نشوف مين كان مركز معنا. هذول لازم ياخذوا الشهادات اصلا. ما هو اللي مركز معنا فبكلمه. شوف لي الاي بي اي مين عارفها. تفضل يا جماعه. اللي يتفضل يرفع ايده. محمد مصطفى، المايك معك، تفضل. تفضل يا محمد. محمد تفضل. هو عمل لايك على عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرف نفسك معلش يا محمد في الاول. دكتور محمد الصوت في مشكله، مش سامع صوت محمد. في احد صوت ثاني او صوت محمد يعني بدكم اياه؟ جودة تصميم المقرر الإلكتروني حضرتك. أيوة، هو متخصص بجودة. هو محمد طب محمد إحنا مش سامعين حضرتك، صوتك حلو كويس. أنا هكتب على الشات. خلص هيك صوتك كويس يا محمد، احكي، أنا حاب أسمع الصوت اليوم. جودة تصميم المقرر الإلكتروني حضرتك. طب أنا بتكلم على الـ API. يعني حكينا انه الاي بي اي مهم جدا يكون في الليرنينج مانجمنت سيستم، وهو متعلق الان هنا انا حاطها في الشاشه، انه يا جماعه الاي بي اي لما نخلي الطلاب يعبروا عن انفسهم، في عندنا شيء من معايير الجوده بسموه الاي بي اي. الاي بي اي اللي هو عباره عن تتبع المتعلم في تعلمه. يعني انا المتعلم ما بتركه، لازم يكون عندنا عباره عن مراقبه له. يعني عندنا بيئتين، البي ار العاديه التقليديه، احنا بنراقب الطلاب بنتفرج عليهم. طب انا عندي طالب مش مبين اصلا، كيف بدي اراقبه؟ بدي اراقبه بالاي بي اي، لذلك بسموه نظام تحليل المتعلم تمام. هذه الانظمه لازم تكون موجوده بالليرنينج مانجمنت سيستم، اللي هي بتعمل على تتبع المتعلم، حركه المتعلم داخل المقرر كيف بتحرك فيها. هذه من معايير الجوده اللي بسموها الاي بي اي. ماشي، شكرا لك يا محمد.
في عندنا دكتور محمد فوزي. اتفضل يا فندم. ممكن يا فندم حضرتك تقصد الكونتينوس فيدباك اللي هو ثرو الفورماتيف ايفالويشن، ان احنا نوصل للمتعلم بيبقى وصل لحد ايه ثرو اوت الكورسز؟ جيد، بس انا بدي المتعلم يضل انا مراقب تعلمه، فهو انا شو اي حركه بيتحركها بالليرنينج مانجمنت سيستم انا شايفه. تمام، يعني هي فكره تاعتها، لانه احنا بنعرف البيئه راجعه كونتينوسلي. احسنت، عشان نشوف النيدز بتاعته ونشوف الاتشيفمنت بتاعته وصل لحد فين ونكمل بعد ذلك. احسنت، فاحنا بدنا نتبع المتعلم وهو بيعبر عن نفسه، بدنا نعرف كيف يشتغل. طيب في اكثر هذا خلص يا دكتور محمد بكفي، عشان نمشي بالظل عندنا كم سلايد هيك حلوات نختم فيه. اوكي طيب شو وسائل عندنا الطلاب بيعبروا عن انفسهم؟ عندنا وسائل تقنيه ما شاء الله كثيره جدا. البات اللي شفته قبل شوي كيف جربنا، في عنا الفليب جريد طبعا معروف رائع جدا، بيخلي الطلاب يعبروا عن طريق الفيديو. شوفوا احنا كيف شغالين، مره على الشات، مره على الفيديو، مره عن طريق الخرائط. ما شاء الله الخرائط، هذه قضيه الخرائط الذهنيه من اروع ما يمكن. طبعا في بعض المواقع الان زي موقع بوبلت، موقع رائع جدا بنصح الجميع يدخل له، بيعمل عبارة عن تشارك بين المتعلمين. يعني ممكن الدكتور يخلي الخريطة الذهنية فاضية ويخلي الطلاب يتشاركوا فيها. يا جماعة الخريطة الذهنية مش المعلم بيعملها ولا الدكتور بيعملها، الطالب بيعملها. وضحت؟ عندنا موقع اسمه الفويس ثريد، حكيت عنه المرة الماضية، موقع رائع جدا، أنا بنصح الجميع يدخل يجرب التطبيقات. هاي التطبيقات هي بتسمح للطالب يعبر، يعبر. شوفوا كيف الطالب ما بيعبر بطريقه واحده، مره بالشات، مره بالصوت، مره بالفيديو، مره بالسيميوليشن. يعني فانت بتصنع بيئه تعليميه الحقيقه يعني متناسقه مع جميع انماط المتعلمين. انسر جاردن طبعا خاص بقضيه الكلمات السحابيه، والى يعني عندنا تطبيقات كثيره جدا يعني يمكن توظيفها. المبدا الثالث، اذا المبدا الاول وسائل متعدده وحكينا عنها، المبدأ الثاني حكينا عنه الطالب ما يعب... طلابكم ما يعبروش بطريقة واحدة. لا تقول لي ليش، لا تظلك تقول لي كيف نعمل امتحان. دكتور محمد، دكتور محمد يا دكتور. أيوة. هذا في الساعة كيف نضع اختبار إلكتروني؟ يا جماعة بدنا نضل نعمل اختبارات، غلط. احنا زينا الاختبارات، زينا الاختبارات، احنا طلعنا من النظام التقليدي عشان نلحق حالنا في كمان في الاختبارات. احنا التعلم الرقمي يا جماعه، التصميم التعليم فتح لنا مجال الطلاب يعبروا بطرق اخرى. ليش انا اضل شغال معاه بطريقه يعني تقليديه؟ ويا ريت امتحان اصلا اخذنا حتى الامتحانات الاوبن بوك، ترى حتى الاوبن بوك يعني مش شيء يعني كبير انه احنا خلص هاي الطريقه. وللاسف البعض شو سوى؟ زاد الطين بله، خرب الدنيا بزياده، راح جاب اسئله صعبه جدا وحط وقت قصير جدا عشان الطلاب ما يعرفوا يغشوا. طب شو طريقة التعليم هاي؟ هاي طريقة التعليم يعني؟ مع احترامي الشديد طريقة غير صحيحة، مع احترامي أنا كمصمم تعليمي أنا بقول هذه طريقة غير صحيحة. حتى لو عملها البعض، حطوا أسئلة صعبة جدا بوقت، حطوا الطلاب بستريس. يا جماعة أنتوا ليش تحبوا الطالب بستريس؟ أنت جاي على رأي إخواننا المصريين تخرب بيته يعني في التصميم يعني؟ أنت جاي تخرب بيته يعني في التعليم؟ والله حطوا الطلاب بستريس يا جماعة، والله عالي جدا. إحنا هاي عملية تعليمية، الطالب ما بصير أحطه، قال حط الطالب تحت الضغط. ليش أحطه تحت الضغط؟ هو أنا جاي يعني أبهدله يعني في الاختبار؟ وليش معي يا دكتور أنت؟ أنا مع حضرتك. لا أنا جاي أبهدله يعني في الامتحان، أنا جاي أبهدله. أنا جاي أعلمه، أنا جاي أعلمه. إحنا التعلم يا جماعة للتعلم وليس للتقييم. التعلم الرقمي عندنا قاعدة، احنا التعلم للتعلم وليس للتقييم. انا مش شرط بس انه امتحن الطالب وخلاص يعني هذه علامته. احنا عندنا وسائل متعددة يا جماعة، ونوعوا بالاساليب، ما بدنا اسلوب واحد لتقييم الطلاب. وين التقييم الواقعي عندنا؟ وين التقييم الواقعي؟ تقييم ادوات. انا ممكن اعمل ريفليكشن عن التعليم اللي انت لما كنت باخد حاجة برا اصلا يا دكتور، بنيت عليها اغلب مناهج الوطن العربي. للاسف الشديد بعض الدول الغت التقييم الواقعي، لغته بقرار، لغت التقييم الواقعي. يا جماعه ليش نلغي التقييم الواقعي؟
هو طالبنا احنا ما بيعرفش غير للاختبار؟ من متى طالبنا ما بتقيم الا بالاختبار؟ لا يعقل. فلذلك بدنا نفتح مجال للطلاب يتقيموا بالطرق الاخرى. هذا اليو دي ال، يو دي ال اول شغله بساط متعدده، لا تعطي الماده بطريقه واحده. اثنين، لا تخلوا الطلاب يعبروا عن انفسهم بطريقه واحده، مش كل شيء امتحان، مش كل شيء فيديو، مش كل شيء صوت. يعني انا قبل شوي الان طلبت قلت لكم ما بديش حدا يكتب، انا بدي اسمع الصوت. الصوت له اثر كبير جدا. على الواتساب ابعث للطالب تاخذ يراجع الصوت، لما يسمع صوتك كيف بيكون غير لما تكتب له. هذه يعني ارجو الانتباه لها. تمام. إثارة الدافعية كيف بدنا نعملها؟ موتيفيشن، مبدأ مهم جدا. موتيفيشن جماعة، إحنا عندنا مشكلة بالموتيفيشن كلنا. إحنا أصلاً عالم الوطن العربي كله محبط الآن. إحنا خلقة ما عندناش موتيفيشن. آه دكتور محمد؟ آه. إحنا محبطين بدون التعلم الرقمي أصلاً. عندنا موتيفيشن صفر. نيجي كمان في التعلم الرقمي نعمل كمان مشكلة كبيرة. بدنا نزيد يا زلمة، الموتيفيشن مهم جدا عندنا. طيب كيف بدنا نعمل موتيفيشن للمتعلمين؟ يو دي ال، النقطة الثالثة كيف نثير الدافعية؟ لازم يكون عندنا دورة متعلقة بإثارة الدافعية في التعلم عن بعد. لازم. وأنا هذه طبعا الشق تكلمت عنه في رسالتي، اللي هو كيف نعمل الديستنس لير في الموتيفيشن العالي. تمام؟ لازم نعمل موتيفيشن. تقليل المخاوف بدون روابط، يعني عفوا أتكلم الآن أتكلم بشكل سريع. على الموتيفيشن كيف نثير الدافعية عند المتعلمين، نقلل المخاوف والمؤثرات الخارجية، الاسترس نقلله، الروابط تكون واضحة، تصميم مرتب، الأهداف، المحتوى، الأنشطة كله يكون مرتب مثل ما حكينا في كواليتي ماترز، نشجع التعلم التعاوني البريك أوت. تمام. الطالب نخليه يطلع شخصيته، نعمل له تقييم ذاتي ريفليكشن. الدافعية مرتبطة وين يا جماعة؟ في الدماغ، في هرمون مهم جدا عندنا. شو اسم الهرمون؟ افتح لي الميكروفونات عادي. نفتح الميكروفونات اللي يعرف يلا. مرتبط وين في الدماغ؟ شو الهرمون تاع الدافعية؟ ايوه اللي بيحرك الدافعية عندنا يا جماعة. يلا يا مصممين التعليم، هرمون الدافعية يا جماعة، يلا هرمون الدافعية اللي بيحرك الدافعية عندنا اللي خلاكم تحضروا. لا انا مش عاوزين شات زي ما احنا قايلين، احنا عاوزين اللي عاوز يقول. شات، انا بديش اسمع شاتات اليوم، بدي اسمع صوت، لانه انا مغادركم اليوم، اخر دوره عندي معكم. تفضل الدكتور عمرو. تفضل انت دكتور عمرو. المايك مع حضرتك دكتور عمرو. هو بيقول انه ما عندوش امكانيه. طيب يكتب شو اسم الهرمون. يا ريت سمع. دوبامين. دوبامين، احنا عندنا كنا نقص دوبامين والله. هذا دكتور محمد، والله عندنا نقص دوبامين، لأن ترى الدوبامين مرتبط بالاكتئاب ترى، لعلمكم يعني. هذا علماء النفس بيحكوا مش انا. تمام. احنا بدنا دوبامين يا جماعه، محتاجين الموتيفيشن بده دوبامين. تمام، محتاجين دوبامين احنا. فاذا الماده عندنا فيش فيها دوبامين ومش مثيره الطالب ولا محركيته ولا عامرت لي دافعيه، صار عندنا مصيبه. طيب ال من الامور المهمه جدا عندنا في تصميم التعليم لفظ الجيميفيكيشن. دكتور محمد انت عملتوا دورات كثير في الجيميفيكيشن صح؟ عندنا الجيميفيكيشن. الجيميفيكيشن مرتبط بالدوبامين بالموتيفيشن. بدنا جيميفيكيشن يا جماعه. الجيميفيكيشن مالهاش سن كمان يا دكتور. نعم، الجيميفيكيشن مالهاش سن. طبعا مالهاش سن. طيب الجيميفيكيشن احنا عاوزين، احنا عاوزين الان جيميفيكيشن يا جماعه في تصميم المقررات الرقميه. في بعض المنصات الان بدات تشتغل على الجيميفيكيشن، تحفيز المتعلمين. طبعا الجيميفيكيشن باختصار للي ما بيعرف، الاستفاده من خصائص الالعاب في العمليه التعليميه. اذا احنا الان بدنا نثير الطلاب. طبعا في الجيميفيكيشن مش كلهم نوع واحد. طبعا الجيميفيكيشن عندنا طبعا تطبيقاته كثيره جدا. شوفوا حلو كثير نفهم التطبيقات كيف مصممه، وحلو كثير نفهم المنصات التعليميه على اي نظريات سلوكية أو بنائية وكيف انبنت. البعض بيدخل على التقنية على طول. يا جماعة إحنا التقنية لازم تكون مبنية على فلسفة، يكون مبنية على نظرية، ولا كيف انبنت؟ إحنا مش ذات التقنية للتقنية.
احنا مش شغالين على التقنيه تولز فور تولز يعني انا مش احنا مش شغالين على التولز نعرف البناء ايه التطبيق نفسه مبني على ايش الكهود يعني مثلا انا هذه التطبيقات اللي قدامي عندنا الاثاره الدافعيه الكهود مبني على ايش على الجيميفيكيشن بكويزز الزوم عندنا البريك اوت البريك اوت ضافوه اللي هي المجموعات شو الهدف منها الهدف منها تثير الكويزلت فبدنا ننتبه ما يثير فلان لا يثير فلان كل واحد له طريقة حتى بالجيميفيكيشن البعض بضيف نقطة إذا ضفت له نقطة بفرح فيها والبعض إذا حطيته على وحدة المتصدرين بنبسط فيها والبعض لا بيأثر في هذا ولا بيأثر في هذا بدك تكتشف له عاد اخترع له اختراع جديد هذا دكتور محمد دكتور أيوة. البعض لا نافع معه نقاط ولا لوحة متصدرين وبيقول لك أعطيني شيء ثاني طلابنا الأيام هاي بيقول لا لا عجبهم العجب ولا صيام برجب عجب العجب يعني مش أي شيء بيصير دافعيته ترى طالبنا الآن شايف كل شيء صدقه ترى طالبنا مش سهل نتعامل معهم الآن وإذا كمان نظام تقليدي انخرب بيتنا بزيادة ما بيزبط لذلك الجيميفيكيشن بدنا جيميفيكيشن يا جماعة لما نشتغل بقضية تصميم التعليم إذا إثارة الدافعية ليست على نوع واحد إذا بدنا نثير الدافعية بطرق متنوعة للمتعلمين لما تعمل له تغريده اثر دافعيته شايفين اللايك دكتور محمد شايف اللايك هذا أيوة. والله انه دوبامين هذا دوبامين بيحرك قاعد والله كم لايك جايب انا عندي ابني صغير في البيت يقول لي والله بجمع لايكات مبسوط على اللايكات يقول لك لايكات بدي اضل اجمع لايكات المشاهدات لما تدخل على فيديو تلاقي فيه مشاهدات 3 4 اللايك انا حاطط لكم اللي هو الليدر بورد هذا بيسموه لوحه المتصدرين بالجيميفيكيشن مصممين الجيميفيكيشن بيعرفوه اكثر مني انا مش متخصص بالجيميفيكيشن لكن انا بقدر عملنا بعض الدورات في تصميم الجيميفيكيشن كيف نعمل نظام جيميفيكيشن حتى للمؤسسه تمام فابسط الشغلات بتثير دافعيه تخيل طالب عمل له لايك بايدك شاف شيء كبير لا تستقلوا بشيء يا جماعه اي شيء بيثير دافعيه المتعلم الكلمة الكويسة بتثير دافعية المتعلم ابعث له صوت شكرا والله انك كنت رائع امبارح كل طالب بيثيره شيء تمام اذا الدافعية واثارتها ليست على نوع واحد نموذج الحافز تصميم الحافز مين بيعرف النموذج هذا مين بيعرف النموذج هذا لو حد في الجروب يا جماعة عارف يرفع ايده ونفتح المايك اذا ما بنعرفوش معناه عندنا مصيبة ترى عن جد بحكي لكم هذا تصميم الحافز كنا نصمم الحافز في الـ distance learning في هذا بيعرفه؟ لا ما هو لغاية الآن ما فيش حد رفع ايده طب كيف بدنا نصمم؟ إذا إحنا مصممين نصمم على عفوا فلكنا نصمم على رأسنا إحنا يعني نصمم على رأسنا يا جماعة هذا نموذج الـ ARCS اعملوا سيرش عليه في النت نموذج قديم ترى مش نموذج جديد بسموه نموذج تصميم الحافز دكتور محمد حط هاي عندك دورة تمام بالموتيفيشن لازم نتعلم تصميم الحافز كيف بده يصير ولا كيف بنصمم احنا يعني كيف عمال بنشغل بالتصميم اذا احنا بنصمم بدون علم بس بنشوف الصوره الحلوه اللون الجميل الفيديو والله انه رائع 3 دي مش هذا التصميم يا جماعه احنا بنتكلم احنا مصممين تعليميين المصمم التعليمي تكون فاهم صلب التصميم البعض بيدور على التولز اغلبنا قاعد بيدور على التولز بقول لك تولز مرتب جميل يا عمي احنا مصممين تعليم تصميم الحافز نموذج الاي ار سي رضا المتعلم عن الماده ثقته فيها هل يثق الطالب بالماده ولا ما يثقش فيها طيب شو رايكم هل عنده ثقه فيها ولا ما عندهش ثقه فيها ولا فاقد الثقه بقول لك يا عمي حكي فاضي يعني. ارتباطه قديش بيرتبط قديش بيدخل على الماده قديش بيشوفها قديش الماده اثبتت وجودها ولفتت انتباه المتعلم طبعا هذا عليه دراسات تعاون الماجستير والدكتوراه بيقدروا الان يعني يعملوا سيرش على الموضوع ويستفيدوا من القضيه يعني كيف نصمم الماده على الاي ار سي اي ار سي اس كيف نعمل رضا المتعلمين عن الماده ثقتهم فيها اذا ما قلت قبل شوي بيثق في الماده ولا ما بيثق فيها ولا بس انت حاطط له اياها يتفرج عليها ارتباطه فيها قديش بيشوفها قديش بيحبها قديش الماده قديش لفتت انتباههم تمام جربها بنفسك جربها ثلاث خطوات الخطوه الاولى عدد المصادر
عدت طريقة المتعلمين يعبروا عن أنفسهم، وبرضه لا تعطي الدافعية بطريقة واحدة، خلي صمم المادة بطريقة تثير دافعية كل المتعلمين، جربوها وبإذن الله مش راح تخسروا. يعطيكم العافية. إن شاء الله. شكرا جدا جدا لحضرتك دكتور جلال، ودايما معودنا ان انت بتجيب حاجات كده نادرة جدا وبتلمس حاجات كويسة جدا فينا، ويعني بجد بجد من الشخصيات اللي اتعلمت منها جدا دكتور جلال، وليك شكر التقدير من إيمرجا أفريكا، وليك شكر التقدير على المستوى الشخصي. دلوقتي يا جماعة احنا نفتح باب الحوار لمدة 20 دقيقة، اللي عنده اي اسئلة هيرفع ايده، وبعد كده هننتقل لعشر دقائق هاخدها بالنسبة لإيمرجا أفريكا هنتكلم فيها غنى. كل شكر تقدير مصطفى رضوان بيقول شكرا دكتور جلال دايما دوما بإذن الله بالتوفيق. لو في حد من حضور الكرام يا فندم يا جماعة عنده أي سؤال يرفع إيده، وإحنا هنفتح المايك له على طول. أنا مش عاوز شات، إحنا مش عاوزين شات المرة دي، إحنا عاوزين نتكلم بس عشان إحنا بنخلص الدورة المرة دي، ودي تعتبر حاجة جديدة إحنا بنعملها في إيمرج أفريكا بالعربي. ويعني إحنا خدنا من دكتور جلال ثلاث دورات بأول ثلاث شهور، دي كانت فكرة كويسة، فعاوزين نشوف ننتقل لحاجة دي. ما فيش حد من حضور الكرام عنده أسئلة؟ لو في حد آخر مرة هنسأل. أي مداخلات؟ طيب كل شكر وتقدير لحضرتك دكتور جلال، وشكرا لحضرتك على تعبك معنا. جه وقت الأساسي اللي هو بتاع الشهادات يا جماعة. كل الحضور اللي حضروا معنا فيه ناس كتير طالبة مني شهادات، أنا شيرت في الميل اللي احنا اتكلمنا عليه اللي أنا بعته لكم لينك خاص بالناس اللي حضرت معنا البرش، وجيت إن في مجموعة من الناس أكتر من 100 واحد مسجلين معايا في القائمة وبيقولك إن احنا حضرنا البرش وحاجات زي كده، ودي كانت يعني تعتبر مشكلة كبيرة شوية، لأن أنا عندي اللستة اللي موجودة احنا اتفقنا مع بعض إن احنا عندنا ثلاث حاجات بتتعمل. أول حاجة حضور الورشة أونلاين، ولو ما حضرتهاش أونلاين بحضرها على الشانل بتاعت اليوتيوب، وبعد ما احضرها على الشانل بأدي التاسك بتاع البادلت اللي موجود على الموقع العربي، وبقيم ثالث حاجة وبقيم الورشة اللي أنا عملتها لو كنت حضرها أونلاين. ففي ناس كتير كتبت أسمائها وهي ما حضرتش أو ما أدتش البادلت بتاعتها أو الحاجات دي كلها هتؤدي إن أنا مش هقدر أديلهم شهادة، لأن الإيمرج أفريكا لها كونسبت معين إن هي بتحب إن هي تمشي بخطوات ثابتة. أول خطوة إن إحنا لازم نكون حاضر بنسبة 70%، لازم تؤدي المهام بتاعتك، لازم إن أنت تكون قيمت الورش اللي إحنا حضرناه. الورشة اللي حضرها لحضرتك وحدها يا أحمد معلش، هو الفكرة كلها أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا ممكن هتغاضى الناس اللي حضرت ورشة واحدة، هتكلم لسه هاخد موافقة من إيمرج أفريكا ممبر اللي هو البورد بتاعها، ان انا اقول له يا جماعه ان في ناس حضرت الورشه الاولى، بس على شرط ان الناس دي تحضر تشوف الورشه اللي موجوده على التشانل، الورشتين اللي موجودين على التشانل بتاعت إيمرج أفريكا، الورشه الاولى والورشه الثانيه، ويؤدي الواجب او البادلت اللي هو التاسك بتاعها اللي موجود على البادلت، وده هيكون حاجه يعني حاجه اضافيه من عندنا، بس على الاقل لازم يكون حضر ورشه، وانا لازم عشان اخد الموافقه اخد موافقة من إيمرج أفريكا من اللي هو البورد بتاعنا. تاني نقطة، احنا يا جماعة كنت عملت المبادرة في الاول من فترة ان الناس كلها اللي عاوز تشارك معانا في تدريب في مجال التصميم التعليمي، اللي يدرب واللي عاوز يدرب معانا، بحيث ان احنا نشتغل على ان احنا نعمل مبادرة عربية لعملية تطوير الشباب اللي هم بيشتغلوا في مجال اللي عاوزين يتعلموا مجال التصميم التعليمي وانتاج المحتوى الالكتروني من الاول لغاية ما يوصلوا ان هو يبقى عنده خبرة في تصميم وانتاج المحتوى الالكتروني، بحيث ان كل مدرب من المدربين هيبقى له ساعتين تدريبيتين او اكتر، ممكن مثلا اربع ساعات على حسب ما يكون حابب، وهتبقى الدورات دي متسلسله بحيث ان احنا متسلسله بحيث ان احنا كل اسبوع هيبقى فيه دوره، وكل حضور هيتم في الاسبوعين اللي كل اسبوعين هيبقى له عنده تاسك هيأديه، والتاسك ده هيتم تقييمه، وهيتم بعد كده في الاخر هياخد شهاده من إيمرج أفريكا ان هو حضر بنسبه 70%. ما يجيش حد مثلا قلنا حضرت ورشه واحده، لا حضرت ورشتين، لا هيبقى في تسجيل من اول ما يدخل، هيبقى في متابعه، هيبقى في راجل بيحضر عشان ياخد الشهاده، وبعد كده الدورات دي كلها هتبقى متاحه على الشانل بتاعتنا. تمام. بالنسبه للناس اللي ما حضرتش الورشه الاولى والورشه الثانيه، ادي الورشه الاولى، ادي الرابط بتاعها،
والورشة الثانية. ده الرابط بتاعها. معلش الصوت هيبقى في الآخر. بعد كده يا جماعة القناة بتاعتنا بتاعت إيمرج أفريكا عليها كل الأحداث اللي احنا بنعملها عربي أو إنجليزي، هي رقم 3 اهو. طيب أنا خلصت الورشة بتاعتي وشفتها واشتغلت عليها، طيب عاوز أعمل البدلة بتاعتي، عاوز أشوف أنا عملت إيه، أنا يعني أنفذ الأنشطة بتاعتي. هدخل على آخر حاجة على الرابط الثالث اللي هو الأنشطة، موجود في الأنشطة دي حاجة اسمها الأنشطة بتاعت البدلت، هيلاقي فيها بعد إذن حضرتك يا دكتور أنا هشير من عندي للصفحة. شكرا. تمام. ممكن تقفل الشير من عند حضرتك يا دكتور جلال؟ طيب. ادخل مباشره على الموقع هنا الاقي انشطه دوره المقررات الالكترونيه اللي هو نشاط دوره تصميم مقرر رقمي. ده الشيء واضح يا دكتور جلال؟ واضح واضح. تمام. هيدخل هيلاقي اول نشاط، هيلاقي البدل بتاعته في 73 واحد مشاركين من 27 يوم، في بعد كده ده في 16 واحد حضروا مع ان في ناس حضرت اكتر، وده لغايه دلوقتي ده البدل رقم 3. المطلوب مش ان انت تقول لي شكرا، لا انا استفدت من الدوره، لا ايه المردود اللي حضرتك خرجت من الدوره ده وتعلمتها، يعني انت وصلت لايه، ايه المعلومات اللي انت اشتغلت، يعني ايه الخبرات اللي انت اكتسبتها. شكرا، احنا بنشكركم جدا على وجودكم معانا. امال انك تقول لي استفدت، لا شكرا جزيلا لكم، ده مش عاوزين نسمعها، احنا عاوزين نسمع منكم استفدتوا ايه، لان شكرا احنا عارفين ان احنا كلنا بنتعلم من بعض. فكده انا ده انا خلصته. بعد كده في نقاط ثانيه احنا عندنا هنا، اللي عاوز يشترك معانا على الجروب بتاع الفيسبوك بتاع ايمرج افريكا بيبقى عليها حاجات ايفنتات باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه وفيها حاجات كمان في الابحاث، ده الرابط بتاع الجروب. كمان احنا عندنا اللي عاوز من الحضور الكرام عاوز يشترك معانا في ان هو يبقى عنده ورشه من الورش ويعمل ورشه من الورش لايمرج افريكا بالعربي، هذا الرابط، ده الفورم، احنا هنعمل الفورم كاملة. نفس المشكلة الخاصة بالرابط كذا، رابط ان هو يا دكتور، يا ريت بعد اذن حضرتك يا دكتور ايهاب، لان انا الرابط بعته شغال. اهو. النشاط شغال. وفي ناس بدأت تحفز نكتب عليه. رابط ايه؟ الرابط لا يعمل. لا الرابط يعمل يا فندم. بعد كده هننتقل لمرحلة تانية. كده أنا التقييم بقى بتاع الورشة، إن إحنا عاوزين نقيم الورشة. ده تقييم الورشة. وعندنا معلش في صوت الخلفية ممكن، ده الرابط الخاص بالنسبة لنا. الرابط الاخير اللي انا بعته ده هو الرابط الخاص باللي عاوز يسجل عشان الشهاده يكتب اسمه باللغه الانجليزيه، عشان الناس عشان ان انا هبعت الشهاده باللغه الانجليزيه مش هبعتها باللغه العربيه. وبعد كده في الاخر ده تقييم الورشه. انا كده متاح مع حضراتكم، هذا رقم التليفون بتاعي، في اي وقت حضرتك حابب التواصل على الواتساب ممكن تلاقي الرقم بتاعي موجود مع حضراتكم، بحيث ان لو في اي مشكله او في اي عائق وصل لاي حد فيكم في الاداء المهام او اداء التقييم او اي حاجه، او حد عنده مقترح خاص بايمرج افريكا، انا ليا الشرف ان اكون موجود معاكم. وشكرا ليكم على وجودكم معانا في الورشه الجديده، في ورشه ايمرج افريكا. وان شاء الله ان شاء الله احنا بنجهز لورشه جديده، لورش جديده تبقى سلسله الورش اللي حكيتها اللي هي خاصه بالتصميم وانتاج المحتوى الالكتروني. بمجرد ما التيم ان شاء الله نتقابل مع بعض ونبدا تنفيذ الخطوات هيبقى خلال اسبوعين بدايه الافتتاحيه ليها ان شاء الله، وان شاء الله الشهاده هتوصل في خلال اسبوعين لثلاثه باذن الله، هتبقى الكترونيه هتتبعت على الايميلات اللي حضرتك هتبعتها ان شاء الله. كده انا خلصت كل الكلام اللي عندي، لو في اي حد من الحضور الكرام عنده اي سؤال اي استفسار انا يرفع ايده ويتفضل يتكلم يا فندم.
اي حاجه من جميعا يا جماعه. دكتوره اسراء، بالنسبه لحضرتك الثلاث محاضرات ليهم بادلت من اول يوم، والبادلت زي ما انا شرحت على الويب سايت، على الدخول على حاجه على الموقع العربي بتاعنا هتلاقي في حاجه اسمها انشطه، هتدخلي هتلاقي البادلت رقم 1 والبادلت رقم 2 والبادلت رقم 3. في حد من الحضور الكرام عنده اي استفسار اي سؤال قبل ما نقفل الورشه ان شاء الله؟ طيب كل شكر وتقدير لدكتور جلال. دكتور جلال احنا شرفنا بحضرتك جدا معانا، وخلاص كده معانا وعد ان شاء الله حضرتك موجود في ورشتين قريب ان شاء الله. صح يا دكتور؟ يعطيكم العافية جميعا، شكرا على الاستضافة، ان شاء الله نلقاكم يعني محاضرات وورش قادم ان شاء الله. شكرا للجميع. هنجهز نموذج الحافز مع بعض ان شاء الله بعد الكلام ونكملها ان شاء الله. أنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الله يسعدك يا رب، الله يعطيك العافيه. جميعا لكل الاعضاء الكرام بشكركم جدا على صفقتكم الغاليه في ايمرج افريكا، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للشانل. الرابط يظهر لان انت مرد عليه من قبل حضرتك. لو في اي مشكله دكتور اسراء الرقم بتاع حضرتك موجود معاك على الواتساب، وابعت لي اللي انت عايزه. انا بعت لكم الرقم بتاعي يا جماعه، لو في اي مشكله او في اي حاجه جوهريه حصلت مع اي حد اتفضل يكلمني على الواتساب، وانا ان شاء الله باذن الله الواتساب وانا هكلم مع اتواصل معاه ان شاء الله. بشكركم جدا على وجودكم معانا، ويا رب تكونوا موجودين معانا على طول في ايمرج افريكا بالعربي على طول. ولو في حد من حضرتك الكرام عنده قابليه ان هو يدعم ورشه معانا في ايمرج افريكا، انا احنا بنرحب بيه ولينا الشرف، ويبعث لي رقمه وانا اتواصل معاه ان شاء الله على طول. ونراكم ان شاء الله في ورشه جديده من ايمرج افريكا بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.